هلا بزنس ديسيجن ميكينج شو بتتوقع؟ شو يعني بزنس ديسيجن ميكينج بالعربي؟ اتخاذ قرار. اتخاذ قرار. شو بتتوقع تلاقوا بهذا الكورس؟ كيف نتخذ القرار الصح بالوقت الصح وبالمكان الصح؟ بناء على معلومات تكون بين ايدينا، معلومات يعني حقيقية شايفينها. طب بدي اسأل طلابي اللي درستهم من قبل. انا كنت كثير خلال الكورسز اعرض عليكم حالات بتاخذوا فيها قرارات التمويل. ايوه كنت لكم هذا جيد او سيء، نقبل او نرفض، منيح ولا مو منيح، وكنتوا شو تعملوا؟ تعطوني جواب. بس هون تعلمنا قاعده احنا، شو كان يعني شو بنتذكرها مع بعضنا؟ انه كل الحلول ما فينا نتخذ قرار لحتى نقارن هذا الشيء بغيره. يعني ما بنقدر نعمل قرار بدون ما يكون هالقرار مبني على معلومات. مزبوط ولا لا؟ مشكلتنا نحن اللي ما بيكون دارس بزنس لما بيجي نتخذ قرار اتخذ القرار وفقا لوجهة نظره الخاصة. ماشي؟ إذا سألتك يعني مثلا تزيد موظفينك ولا ما تزيدهم؟ والله أنا الشباب عاجبيني وظراف وحبابين وكابر، لا 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 ما نزيدهم. لا والله غلاظ ويبعت لهم 100 حمى، خلينا نقول لهم كلهم نجيب بدالهم. هذا الكلام بناء على شو؟ وجهة نظري. رأي شخصي. وغالبا شو بيكونوا؟ غلط. أو على الأقل غير علمي. إذا ما كان غلط كان صح. بيكون غير علمي. قرار غير علمي. بمادتنا هي بزنس ديسيجن ميكينج رح نتعلم كيف نتخذ قرارات بالبزنس كونتكست بناء على انفورميشن معلومات. والمعلومات اللي رح نستخدمها او اللي رح نتعلم كيف نستخدمها لاتخاذ القرار هي معلومات بغالب الامر كميه. عشان هيك اسم الماده بزنس ديسيجن ميكينج، ولكن حقيقه الشيء اللي رح نتعلمه بهي الماده هو statistics احصاء. الدرجه الاولى الماده رح تتالف من الاحصاء. احصاء كثير من الناس ومن ضمنه انا لما درست بالجامعه كنا بنشوفه على انه مجموعه قوانين غليظه واستاذ اغلط وماده ثقيله ونكره عيشتنا وحياتنا ولا نفهم ليش اخذناها وليش نجحنا فيها. في حين انه على ارض الواقع لما طلعت انا من الدراسه وفت على العمل لقيت انه اي حدا حابب يشتغل بزنس باي مكان اذا ما بيفهم احصاء ممتاز رح يفشل فشل ذريع. بعطيكم مثال من شغلي من الشيء اللي نحن بنشوفه. مثلا بالجامعه عندنا طبعا كل كليه بتدرس فيها فصليا بين ال 50 لل 80 كورس تقريبا بكل فصل لكل السنوات. ف بنهايه كل سمستر كل كورس بجوز كل كورسات كل كورسين بفوت عليهم مدرس، فالطالب بيمروا عليه 4-5 اساتذه. طب يا ترى هذا الاستاذ الفصل يلي بعده نحن كجامعه لازم نجدد عقدنا معه ولا مع السلامه؟ هذا قرار ولا مو قرار؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، قرار ولا مش قرار؟ حسب هو قرار بس حسب شو انا بدي إيه؟ هذا قرار ولا لا؟ قرار. اما تجديد العقد او الغائه مع المدرس، صح؟ كيف انا بقرر انه جدد العقد ولا بناء على استبيان الطلاب؟ برافو عليك. طب هذا الاستبيان شو بيعطيني؟ معلومات بس. معناته انا رح ابني القرار المعلومات على شو؟ معلومات اللي منين بدي احصل عليها؟ من استبيان. شو اسمه الاستبيان بالانجليزي؟ كويستشنير او سيرفي، مسح، استبيان. رح استعمل الاستبيان لاحصل من خلاله على معلومات، هاي المعلومات رح تساعدني على اتخاذ القرار. اوكي؟ ولكن مجموعة الاستبيانات اللي حصلت عليها انا، اوكي؟ حصلت على استبيان الطالب الاول والثاني والثالث والرابع هيك والطالب 550. ماشي الحال؟ عندي 550 استبيان. كل واحدة من هدول هذا بيقول good، هذا بيقول moderate، هذا بيقول fair، هذا بيقول bad، هذا بيقول good، هذا بيقول good، هذا بيقول good، هذا بيقول bad.
هاي المعلومات اللي بيجمعها او هاي البيانات بتسميها باسمها الصحيح مثل ما هي، هل تمكنك من اتخاذ قرار؟ هاي طلع لي مين هذا زي الاستاذ بسرعة لحتى اقدر استخدمها لصناعه قرار لازم احولها لشيء اسمه برافو عليكم مش جماعه الاي تي لازم احولها لانفورميشن لمعلومات. اذا في فرق بين شيئين، بين بيانات وبين معلومات. طب كيف البيانات تتحول لمعلومات؟ بحاجة لشيء اسمه سيستم، نظام. مهم النظام. هلا بالعالم السلام الكمبيوتر سيستمز الكمبيوتر بيأخذ بيانات هائلة جدا، معلومات واشياء وشيء اذا تطلع عليها انت ما تفهم منها شيء، صح يا جماعه ولا لا؟ صح. بس لما بتدخل على هالنظام، على هالنظام الحاسوبي بيعالجها، بيعمل لها بروسيسنج وبيطلع لك اياها على شكل شيء تفهمه منك، صح؟ هون في عندنا سيستم اسمه احصاء ستاتستكس. هذا السيستم بجمع هالداتا، هاي البيانات، وبيحولها لمعلومات. كيف راح يكون شكل هالمعلومات؟ راح يكون على الشكل التالي. مثلا بيقول لك الطلاب اللي قالوا جود انك هن 43%، الطلاب اللي قالوا فير هن 5%، الطلاب اللي قالوا باد هن 27%، 4, 22, 60, 80, 15, 70، والطلاب اللي قالوا مودريت هن 15%. هلا بقى بتقدروا تعطوا قرار ولا لا؟ طبعا. فورا شو بنقول؟ جدد العقد. ليه؟ لانه 43% الطلاب قالوا جود و15% قالوا وسط، يعني مجموعهم اكثر من نص الطلاب تعتقد انه هذا المدرس جيد او متوسط. لاحظ انا شو عملت؟ أخذت داتا طالب 500 جسمون 2000 جسمون 100,000 طالب، جمع دمشق 150,000 طالب. ماهن؟ إذا بدك تطلع على 150,000 صفحة بتحسن تعمل قرار؟ لا، بحاجة لتدخل على processing system اسمه إحصاء statistics. هذا processing system رح يعطيك information، معلومات. هاي المعلومات بتساعدك تعمل decision بناء. إذن إحنا ما بدنا هي decision making، ولكن التول، الأداة الأساسية اللي رح نستخدمها بصناعة القرارات شو رح تكون؟ الإحصاء. هاي التوبكس اللي رح ندرسها. أولاً be able to use a variety of sources for the collection of data both primary and secondary. طيب أنا بالجامعة اتخذت قرار أو اتخذت طريقة لتجميع الداتا، وهي داتا اسمها كانت استبيان questioning. طب يا ترى هل دائما الاستبيان هو الطريقه الصحيحه لجمع المعلومات؟ جواب لا، ممكن يكون استبيان، ممكن يكون طريقه ثانيه لجمع المعلومات. ممكن انا مثلا حتى قيم الاستاذ حط كاميرا بكل صف وسجل له كل محاضراته للاستاذ، او سجل عينه منه وادرسها وطلع قرار. هي مو وسيله لجمع المعلومات؟ وسيله. كويس. لا شيء ثاني، تقييم للطالب ولا الاستاذ. ممكن انا ما اعمل استبيان، اعمل انترفيو مع الطلاب. اذا طلابي لا مثلا مثل هون بالمعهد طلابي ما له دكتور، ما حاقعد وزع لهم استبيان، بستدعيهم لعندي واحد واحد بعمل انترفيو معهم، مقابله شخصيه.
باخذ من كل واحد منهم داتا. فهون راح نتعلم شو هي الوسائل المختلفة لجمع الداتا البيانات وليس المعلومات البيانات. نكون دقيقين. شيء ثاني اللي راح نتعلمه understand range of techniques to analyze. يعني شو analyze؟ يعني processing to analyze data effectively for business purposes. تمام؟ كيف نعمل analysis للداتا؟ كيف نحدد هاي الداتا اللي جمعناها؟ أوكي؟ ثلاثة be able to produce شو information. Be able to produce information in appropriate formats for decision making in an organizational context. كون قادر انك تولد معلومات من خلال processing او analysis of data in the organizational context. شو يعني؟ يعني بنطاق عمل المنظمة المؤسسة اللي هي البزنس. تمام؟ لحتى تقدر شو تعمل قرار. اوكي؟ اخر شيء be able to use software generated information to make decisions in an organization. طبعا الكتاب اللي بين ايدينا رح نستخدمه من افضل واحسن الكتب على مستوى العالم بمجال الاحصاء. الكتاب هذا ينشر بجميع دول العالم وبيدرس بكل دول العالم. حلاوة الكتاب انه مركز على برنامجين للقيام بالعمليات الاحصائيه، الاكسل اللي متوفر عنا كلياتنا، برنامج ثاني اسمه الميني تاب. هلا الناس كلها بتشتغل اس بي اس اس. انا شخصيا جدا من انصار الميني تاب اكثر من الاس بي اس اس، وانا كنت انا استخدمت الميني تاب برساله الماجستير تبعي. كل الاحصاء اللي عملته اشتغلت على الميني تاب، كان من اروع واجمل واسلس ما يكون، اسلس بكثير من الاس بي اس اس. فان شاء الله راح يكون شغلنا كلياته على الميني تاب. انصح كل واحد فيكم انه يجيب نسخه من برنامج ميني تاب، توفر عنه موجوده، نزلوا عند اي محل سيديات، اطلبوا ميني تاب النسخه الاخيره، كثير رائع، ونزلوها على الكمبيوتر تبعكم لانه راح تلزمنا، ممكن نضطر نستخدمها بالمحاضرات. اوكي؟ فاكسل راح نشتغل وراح نشتغل ميني تاب. فهاي السوفت ويرز اللي راح نستعملها للقيام بعمليات الاحصاء. ممكن بعض المحاضرات نساويها مو هون في غرفة الكمبيوتر لاب. رح نبدأ هلأ بالتوبيك تبعنا الأول اللي هو the where, why and how of data collection. واتفقنا أن أول شيء بدنا ندرسه how to collect data. فهذا الشيء الأول اللي رح نحكي عليه. أول نتفق على تعريف كلمة statistics إحصاء. شو يعني إحصاء؟ بيقول لك a collection of procedures and techniques that are used to convert data into meaningful information in a business environment. شو اللي قدامكم هو هذا التعريف. A collection of procedures and techniques that are used to transform data into meaningful information. تمام؟ في تعريف تاني للإحصاء بغير هذا الكتاب مثلا بيقول لك statistics is the process of collecting, analyzing, collecting data and analyzing it in order to reach useful information and presenting the information and بيقولوا justifying أو explaining the information. تفسيرها يعني explaining the information in order to make decisions. بالعربي بيقول لك هي عملية جمع وتحليل وعرض وتفسير للمعلومات بغرض اتخاذ القرار. collection, analysis, presenting, explaining in order to make decisions. واضح الكلام؟ ما عندنا شيء بدنا نحفظه بصم، عندنا شيء بدنا اكثر نفهمه. طيب الستاتستكس حقيقة تقسم الى نوعين. شيء اسمه descriptive statistics الاحصاء الوصفي،
وفي شيء ثاني اسمه inferential statistics، الاحصاء الاستدلالي او الاستنتاجي. شو الفرق بين الاثنين؟ لما بقول لك descriptive statistics شو يعني؟ لنفرض انا اجيت استخدم مثال موجود في الكتاب. انا عندي دار نشر بشتغل بمجال الكتب والمطبوعات، اوكي؟ جيت وحطيت داتا، تمام؟ قلت لك انا عندي بوك اسمه author، المؤلف سكتر، انه هذا الكتاب باي قطاع، بالبزنس، بالزراعه، بالهندسه، بالصناعه، باي قطاع، تمام؟ سيلز، مبيعات لهذا الكتاب، والكومبيتيتورز، المنافسين اللي بيبيعوا كتبهم هذه. اجيت انت حطيت لي والله انه الكتاب الاول اسمه statistics decision making approach، ماشي الحال؟ اللي هو الكتاب هلا المؤلف تبعه جروبنر، القطاع بزنس، مبيعاتنا منه مثلا 10,000 نسخة بالسنة، المنافسين كتاب statistics مثلا for business and economics، في كتاب كمان مشهور جدا اسمه statistics for business and economics، هذا كتاب منافس. الكتاب الثاني بالفاينانس مثلا، الثالث، الرابع الى اخره، هذا الجدول شو عم يقدم لك كصاحب مؤسسه، كصاحب منشاه، شو عم يقدم لك؟ هل عم يقدم لك توصيف للكتب اللي عندك ولا عم يعطيك نتيجه؟ توصيف، مجرد توصيف. عم يقول لي عندي هذا الكتاب مؤلفه فلان، قطاع كذا، ببيع كذا، منافسه فلان، وعندي هذا الكتاب كذا، وعندي هذا، وعندي هذا، وعندي هذا، وعندي هذا. فهو يصف، يعني describing the product, the facts, the data. فهذا نسميه descriptive procedure. Descriptive. شو يعني descriptive؟ مثل ما تعرفون بيقول لك collecting, presenting and describing data، تجميع، عرض وتوصيف الداتا اللي موجودة. أنا جمعتها. descriptive يعني وصفي. وصفي. تعرف وصفي؟ مكان. طيب. ها جمعت داتا. collecting. presenting كيف عرضتها؟ جدول. Describing أعطيك معلومات بسيطة في الكتاب شو وضعه. فهي شو نسميها descriptive statistics. مثال ثاني لنفس الشركة جيت وعملت قلت له أخي هستعمل هالتقنية هي. هون قيمة المبيعات. عم بعطي تقرير أنا كامل. أول شيء أعطيته لصاحب الشركة جدول. رقم اثنين شو جيت قلت له؟ الكتب اللي عندك مبيعاتها من $0 ل$5,000 عددهم 200 كتاب، اي نمبر وهي دولارز سيلز. الكتب اللي بين ال5,000 مبيعاتها ل10,000 قديش هذا 400 طبعا ما بيكون هذا. الكتب يلي بين ال10,000 وال15,000 هن 300 كتاب، مظبوط؟ والكتب يلي بين ال15,000
والعشرين هذول يعني خلي أول شيء 950 هذا الشكل يا جماعة شو عندنا أنا استنتج من هذول شو عم يستنتج إنه أنا بيع كتب ما بين 15 و20 أكثر مبيعا هاي مو نتيجة مبيعات كتب هاي حقيقة عم يوصفها هو صح هو عم يقول لك إنه أخي أنا جمعت لك معلومات وعرضتها على شكل هذا نسميه هيستوغرام إنستغرام هيستوغرام شو هذا الهيستوغرام؟ هو هذا قدامنا مخطط بيان بيان بين كذا وكذا بعنا كذا بين كذا وكذا عنا كذا بين كذا وكذا عنا كذا تمام؟ هاي وسيلة لشو تعمل؟ Descriptive statistics لأنه لحد الآن هل أنا عملت نتيجة أو قرار معين؟ لا أنا مجرد عم بستعرض المعلومات أنا شو عم بعمل؟ مجرد عم بستعرض المعلومات طيب هلأ لا تنسوا شغله أنه لحتى تعمل قرار نتيجة لازم يكون عندك عرض للمعلومات مشان هيك نحن قلتوا إيه استنتجنا أنه الكتب هي مثلاً كذا هي أكثر مبيعاً بس أنا ما عم بقصد هاي النقطة أنا بقصد أنه هذا بالذات شو عم يقول لك؟ عم يقول لك شو عندك كل شيء أنا قلت لك تستخدمه لتعمل من خلاله قرار أوكي بس من حيث المبدأ هو شو عم يساوي؟ وصف لك عم يوصف الحالة فقط Collecting, Presenting and Describing Data مزبوط ولا لا؟ في شيء ثالث بيقول لك كمان عملت تقرير ثالث لمدير الشركة حط لك معياري قلت لك السيكتر اللي بيشتغل فيه والسيلز بالدولار فقسم لك السيكتر شو كانوا قال لك اخي هلا هدول كتب البزنس هدول اي تي هدول انجينيرين وهدول اجريكلتشر اوكي وقال لك اخي كتب البزنس هن هدول كتب الاي تي هدول كتب الانجينيرين هدول وكتب الاجريكلتشر هدول وحط لك اعداد قابلهم هدول 1000 هدول 500 هدول 700 وهدول 100 هاد شو عم يعمل؟ كمان عم يوصف لنا حالة الكتب بحسب القطاع طب شو الفرق بين هاد وهاد؟ هذا يا جماعة نسميه بار تشارت شو بار؟ هذا بار مخطط الأعمدة أما هاد هيستوغرام شو الفرق بين هاد وهاد؟ الفرق أنه الهيستوغرام بيتعامل مع رينجز مجالات من 0 ل 5000 من 5000 ل 10000 من 10 ل 15 من 15 ل 20 شو هو بيعتمد هذا على الرينجز مجالات اما هذا فمو بالضروره يكون عم يتعامل مع مجال بيقول لك الكتب المبيعة اللي حق الكتاب 1600 دولار ولا اللي 1800 او 1900 او 2000 كل واحد شو اعداده هل عم يقول لك من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا لا قطاعات عم يقسم البرودكت او الشيء اللي عم يصنفه لعده قطاعات بيقول لك قديش العدد بكل قطاع او قديش التعداد بكل قطاع واضح ولا لا؟ عرفنا الفرق بين البار تشارت وبين الهيستوغرام مو واضح؟ نرجع لهنا الهيستوغرام شو بيقول؟ المحور الافقي تبعه مقسم لمجالات متواليه فمن الصفر للخمسة آلاف من الخمسة للعشرة من العشرة للخمسطعش من الخمسطعش للعشرين هدول ممكن يكونوا مبيعات ممكن يكونوا أعداد سكان اللي عمره من سنة لثلاث سنوات قديش أعداد السكان إجبار من كذا لكذا طب إذا مثلا مجالات أكبر من كذا وأصغر من كذا هاي كمان هاي إيه شلون بدك تكون رقم واحد بس هيستوغرام اذا عندك قسم كل قسمين اصغر من 500 او اكبر من 500 بيطلع عندك تو بيج
بارز لا هو مسك لا تكر عنده أكبر من وأصغر من تكر هو أدخل على الكل إيه طبعا طبعا مش الفكرة جاهزة ما تفرق أبدا ما تفرق فهو قسمته لمجالات متتالية من البيانات نطاقات وأعداد كل واحدة أما هو فهون يعني البزنس بيلحق الـ IT بيتبعه مثلا لا هل البزنس ومن ثم IT يعني إذا حطيت الـ IT هون بصير ولا بايشي يعني هون بشي معين هون شي متتالي ايه انه ورا بعض ترتيبي أما هون أما هون لا لا مجرد قطاعات حطيتها وقلت قديش أعداد كل واحدة يعني هون عفوا مشان هيك إذا بنلاحظ الهيستوغرام أعملته شو بتكون متلاصقة متلاصقة ليش؟ لأنه خلاص انتهى المجال الأول يبدأ المجال الثاني انتهى المجال الثاني يبدأ المجال الثالث أما البار تشارت كل واحد يعبر عن شيء مختلف هاي وسائل for presenting and describing data واضح؟ إذا أخذنا التابلز الهيستوغرامز وال بار تشارت بار تشارت كل هاي اجزاء من شو من شيء اسمه ديسكريبتيف ستاتستكس او بسموها ديسكريبتيف بروسيدجرز واضح تمام ال- 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 الفرع الثاني بقى من الستاتستكس اسمه عفوا لسه قبل ما ننتقل للانفرنشال ستاتستكس لسه في شيء تاني كمان ممكن نستخدمه. Descriptive statistics ممكن تكون table، ممكن تكون histogram، ممكن تكون bar chart، وممكن تكون إحصائيات رقمية numerical measures بيسموها. numerical measures مقاييس رقمية مقاييس رقمية شو يعني مقاييس رقمية؟ إذا جيت أنت قلت له أخي الـ average sales per day شو تساوي؟ متوسط المبيعات بنيويورك شو تساوي؟ مجموعة Total sales على number of working days متوسط المبيعات في اليوم الواحد يساوي مجموع المبيعات على عدد أيام العمل ماشي الحال؟ يساوي إذا نحن بنبيع ب 300 ألف دولار بالسنة على نشتغل بالسنة الواحدة 300 يوم عطل 65 أوكي معناته الـ average sales per working day تبعنا قديش ألف دولار باليوم ألف دولار باليوم متوسط مبيعاتنا نحن هون هل عم نوصف حالة ولا عم نعمل قرار بس عاملين لأنه أخي أنت بتوصل مبيعاتك كل يوم كذا صح؟ إذا جزء من descriptive statistics الإحصاء الوصفي هو أنك تعطي numerical measure يوصل حالة هذا البزنس في شيء كلام حتى الآن غير واضح؟ إذا descriptive statistics are methods for collecting, presenting and describing data by using charts and graphs in histogram, in bar chart, or tables, or numerical measures. مقاييس الرقمية. كل هاي شو الهدف منها كان؟ الهدف منها شو نعني؟ إنه نعطي description, descriptive statistics. طيب. الفرع الثاني للإحصاء اسمه inferential statistics. الإحصاء الاستدلالي. الإحصاء الاستدلالي أو الاستنتاجي شو بيقول لك؟ Inferential statistics is drawing conclusions الحصول على نتائج استنتاجات or and making decisions واتخاذ قرارات
concerning a population based only on sample data. اتخاذ قرارات تتعلق بمجتمع احصائي بناء على عينه من البيانات. اذا اتخاذ قرارات تتعلق بمجتمع احصائي بناء على عينه من البيانات. طيب شو نقصد بهذا الكلام؟ لنفرض اننا سوري يا جماعه مضطر اسالي لا سيدنا فكرتي بزحلي تمام شو الوضع في شيء اسئله انا بس بدي اروح راح تنامي سلمى فكر بس تنامي سلمى لك الألعى عبيطة هلا نحن آخر واحدة بس آخر واحدة راح اشتغل فيها شو المثال على كلامنا عم يقول لك drawing conclusion or making decisions concerning population based on sample data. شو يعني population وشو يعني sample data؟ population بالإحصاء نقصد فيها شيء اسمه المجتمع الإحصائي. خلصتوا في اليوم؟ sample يعني عينة. لنفرض اجينا شخص بده يعمل دراسة سكانية عن مدينة دمشق. هدف هذه الدراسة تحديد الاحتياجات من الإنفاق على الصحة بوزارة الصحة السورية. ماشي الحال؟ هذا بزنس ما هيك؟ المعروف أنه كل ما كان الشخص متقدم بالعمر أكثر الإنفاق الصحي اللي بيحتاجه والرعاية الصحية شو بصير فيها؟ أكبر حتى يعملوا قرار قديش بنحطوا ميزانية للإنفاق الصحي بدهم يعملوا دراسة سكانية. طب برأيكم الميزانية خلال قديش لازم نعملها تبع وزارة الصحة؟ قديه معنى وقت مثلا نساوية؟ كلها كامل خلص كامل قدم الدراسة كاملة للوزير موزة اجيت انت شو قلت له والله يا سيادة الوزير انا رح اعمل التالي رح اخذ لي 3000 موظف ووزعهم على هالاماكن بدمشق كلها وكل موظف بسلمه كم بيت ويبلشوا يفوتوا عليهم بيت بيت دار دار زنقة زنقة ويعدوا الناس كلها يا تلي بالشام ويشيكوا هوية كل واحد ويعرفوا لي قديش عمره وبإذن الله بعطيك معلومات تدعي لي عليها بقول لها السلامة للوزير اللي بعده هو ما حل له هو بنادي الشاب اللي برا بس يا عزمه ايوه املك معلومه هذا هو اذا لا يمكن انه نجي نعمل او اتس امبراكتيكال غير عملي انه نجي نبعث والله 3-4000 موظف يكلفونا مليارات الليرات السوريه لنعرف والله قديش متوسط اعمار السكان بدمشق وشو بنساوي؟ قلعنا هذاك الغبي طبعا وجبنا واحد ثاني خريج اكسل دارس عنا ستاتستكس تمام؟ هذا زلمه بسيطه بيجي باخذ سامبل عينه ورجيني شو عندنا مناطق بالشام؟ عندنا الميدان، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا. أنا من
هي كمان الانوار والله عندنا اياها. جواتسو ولا براتسو؟ جواتسو ولا براتسو؟ ما بتعرف ايمان؟ بتحب لك شو مكتوب هون؟ احنا بتعرفون ان احنا الميدان بحب لك شو مكتوب؟ شو مكتوب؟ انوار بركه. بركه؟ لا منيح خلص شغال. عن جد؟ من انت؟ من استاذ عبد الله شو قال لك؟ مو اصلا نوايبنا اساسا مثل الاستاذ محوران عن سنه فهمت هي العالم. نحن بنقول عنا اولاد عمك كبير وبعدين على فكره وين كثير بعد ضربت تحت اثنين زعلان شباب مثل عصمه. طيب اذا شو قال؟ ناخذ عينه من كل منطقه، من هون بناخذ 200 ساكن، من هون 200، من هون 200، من هون 200، من هون 200، تمام؟ وبنشوف قديش اعمار هالاشخاص. هي عباره عن شو؟ عيني. من خلال هالعيني بحسن اعمل inferential procedure استنتاج. بقول لك بناء على هالعينه انا بقدر استنتج انه السوريين اعمارهم مثلا اللي بين سنه وخمس سنين هالقد عندي سوريين، واللي هل بين هالقد وهالقد هالقد عندي سوريين، وبين هالقد وهالقد هالقد عندي سوريين. طبعا كل ما ازداد حجم العينه كل ما كانت دقه الاستنتاج شو بتكون؟ وكل ما حجم العينة أصغر كل ما كانت دقتك الاستنتاج أقل. يعني من كل منطقة باخذ عدد معين وبجمع بجمع كل العينة مع بعضها. صار معي مجتمع مصغر يمثل مجتمع دمشق. أيوة أنا بعمم بقدر إذا كان الإجراء الإحصائي اللي عملته صحيح بقدر أوصل لاستنتاج قديش متوسط أعمار سكان مدينة. طبعا طبعا هدا أعمل هيك حجم العينة في له أسلوب إحصائي لمعرفة كيفية اختيار الأشخاص كمان له طريقة إحصائية علمية. عرفنا شلون؟ كيفية تحليل البيانات له طريقة إحصائية علمية. كيفية الحصول على النتيجة له طريقة علمية. قديش مستوى الثقة؟ يعني أنت النتيجة اللي طلعت معك صحيحة 90% ولا 50 ولا 70 ولا قديش؟ كمان في طريقة علمية إحصائية بتقول لك هالشيء. بس أنا اللي عملته بكل هالعملية شو هو؟ هل أنا وصفت داتا كمان هي؟ لا، أنا أخذت سامبل وتوصلت منها للإنفرنسز ريجاردينج ذا بوبيوليشن. شو يعني بوبيوليشن؟ المجتمع الإحصائي. عرفنا كيف؟ فهمنا شو يعني الإنفرنشال ستاتستكس والفرق بينه وبين الديسكريبتيف ستاتستكس؟ descriptive statistics تأخذ الداتا، حتى لو أخذت الداتا كاملة وصفتها كلها عملت لها chart حسبت متوسطها عملت ساويت كذا حتى لو عملت عليها عمليات حسابية لا تزال بمرحلة التوصيف، لم تصل منها إلى نتيجة حول المجتمع الإحصائي، أنت عم توصفها فقط. تمام؟ يعني أنا لما بأخذ منطقة الميدان العينة اللي أخذتها حسبت متوسط أعمار العينة هذا descriptive statistics ولا inferential statistics؟ هذا ديسكريبتيف طبعا. ليش؟ لاني انا عندي هالعينه هي قلت لك اخي متوسط العينه هي اخذتها من الميدان والله اعمارهم 50 سنه مثلا. عرفنا كيف؟ هذا ما وصلتك النتيجه، ما قلت لك انا استنتجت انه متوسط اعمار سكان سوريا 50 سنه، لا. انا وصفت الحاله بهالمنطقه هي اللي عم بحكي عليها. فهمنا؟ فهي شو هي؟ ديسكريبتيف ستاتستكس. اما لما انا اخذ العينات كلها واتوصل منها انه متوسط اعمار المواطن السوري هي 40 سنه مثلا. هذا شو هذا؟ inferential statistics. توصلت لمعلومة عن المجتمع الإحصائي من خلال استخدام بيانات العينة. فهمنا؟ واضح الكلام يا جماعة؟ طبعا descriptive statistics اللي في عندنا collecting data تجميع البيانات، وهذا بيتم من خلال اما survey. شو يعني survey؟ استبيان. او من خلال observation. شو يعني observation؟ الملاحظه المباشره. الملاحظه المباشره كيف يعني ملاحظه مباشره؟ يعني مثلا اني انا اجيب انا بدي اعمل دراسه عن مدى تقيد المواطن السوري باشارات المرور مثلا بمدينه دمشق. شبك عم تطلع؟ طيب مو متقيد باشارات المرور؟ والله انا بوقف. طيب
شو بعمل؟ بدل ما اعمل احصائي انا بقدر اروح على مجموعه من الاشخاص عندهم سيارات وزع عليهم استبيان، انت بتوقف على الاشاره، انت ابن حلال ممكن، وممكن شو اعمل؟ هلا هي وسيله من وسائل الدراسه تجميع البيانات، ما استبيان او جيب الشباب كلياتهم حط كل واحد عند الاشاره وخليهم يعملوا لي احصائيه باليوم كم سياره بتقطع الاشاره بدون ما توقف نظام مثلا. هاد شو هاد اسمه؟ هذا اوبزرفيشن. شنو اوبزرفيشن؟ المراقبه، المراقبه او اكسبيرمنتس التجارب. في بعض الاشياء مثلا عندي مصنع، مصنع انا بدي اعرف قديش، مثلا عندي مصنع اندسه، قديش كميه الصباغ الصحيحه اللي لازم احطها مع القماش هذا لحتى يعطيني هاللون الكحلي هذا. دغري انا بجيب دهان وحط كل القماش اللي عندي وكت الدهانات وبقول لهم يلا مشي الحال، شو بيصير؟ بجوز يطلع لون بنفتحي، صح ولا لا؟ صح. فشو بعمل؟ باخذ كميه بسيطه بجربها وبتعدل عليها وبنعمل عليها شو؟ اكسبيرمنت، تجربه. إذا النتائج كانت دقيقة وصحيحة وأسلوب إجراء التجربة كان علمي، بحسن عمم التجربة على شو؟ المجتمع الاقتصادي كله، إنه كل القماش إذا استعملت معه هالكمية من الصباغ رح يطلع معي نتيجة اللون كذا. عرفنا شلون؟ هذا أساسا بتخل. أيوة. فهي وسائل لتجميع الداتا بالديسكريبتيف بروسيجرز. أول شيء إني أعمل سيرفي مسح. ثاني شيء او استبيان، ثاني شيء اني اعمل اوبزرفيشن مباشر ملاحظه مباشره او اعمل اكسبيرمنت تجربه. طيب الشيء الثاني لازم نعمله بالديسكربتيف بروسيجرز اني اعمل بريزنتنج للداتا نتيجه الاوبزرفيشن تبع ملاحظه اشارات المرور، انه كان مثلا 90% من الناس بيوقفوا على اشارات المرور و10% ما بيوقفوا. كيف ممكن نظهرها؟ هاي بار تشارت، مضبوط ولا لا؟ بارتشا جدول يا سيدي. هاي وسائل للبرزنتينج اوف داتا، شارتس اند جرافس، رسومات البيانيه والشارتس. اخر شيء كاركترايزنج داتا اللي هي شو؟ الشيء اللي قلت لكم الطريقه الثالثه للديسكربتيف ستاتستكس اللي هي حساب المتوسطات، حساب البيانات الاحصائيه اللي بتوصف حاله الشيء اللي انا درسته. كل هذا الكلام هو ديسكربتيف. تمام. inferential statistics مثل ما تعلمنا making statements about a population by examining sample results. فنحن إذا هذا population لحد unknown ما معروف but can be estimated from sample evidence ولكن ممكن نقدره من خلال sample، شو بنعمل؟ نأخذ منها sample صغيرة ونأخذ هاي sample نعمل عليها statistics ونوصل ل inference. وهون بدنا نأخذ شوي مصطلحات دقيقة إحصائية. أي متغير احصائي بدرسه بالعينه بالسامبل هذا اسمه ستاتستيك. شو اسمه؟ ستاتستيك. فالستاتستيك هو شيء مدروس من خلال العينه. اما نفس الاحصائيه اللي اخذها انا من المجتمع الاحصائي بنسميها بالانجليزي باراميتر. فمثلا اذا انا اخذت بدي أدرس متوسط دخل المواطن السوري، متوسط دخل المواطن السوري، إذا جيت رحت على عينة من السوريين أخذت 50 واحد من الشام، 50 واحد من حلب، 50 واحد من دير الزور، من اللاذقية إلى آخره، وحسبت المتوسط تبع دخل هدول الأشخاص، هي اسمها عينة ولا مجتمع إحصائي؟ مجتمع إحصائي. لا عينة. خدت 5 زلم من اللاذقية، 10 من الشام، كذا، هي عينة. فالمتوسط اللي طلع معي شو بسميه؟ statistics. أما إذا بعثت 200,000 زلمة من موظفين اللي بالدولة وراحوا داروا لي على كل البيوت السورية بيت بيت وسألوا كل مواطن سوري عن دخله وحسبوا لي المتوسط لجميع 23 مليون إنسان سوري، المتوسط اللي بيطلع معي شو بسميه؟ باراميتر. فأي إحصائية محسوبة من بيانات المجتمع الإحصائي شو اسمها بالإحصاء؟ باراميتر. باراميتر. مجتمع الإحصائي باراميتر. اي احصائيه محسوبه من بيانات عينه شو بنسميها؟ ستاتستيك. عشان هيك بيقول لك in the inferential statistics we use sample statistics which is known معروفه بالنسبه لنا to inference يعني to estimate the population parameters that are unknown.
فهمنا كيف؟ ناخذ الستاتستيك اللي حسبناها من العينة ونستنتج منها الباراميتر تبع المجتمع الإحصائي اللي هو شو بالنسبة لنا مجهول ومن الصعب حسابه. فهمنا كيف؟ واضح يا جماعة؟ فهذا بالنسبة للإنفرنشال ستاتستيكس. طبعا حكينا أنه الديسكريبتيف ستاتستيكس أدواتها الأساسية هي داتا كولكشن من خلال سيرفي، من خلال الأوبزرفيشن، من خلال شو كمان؟ سيرفي أوبزرفيشن من خلال الإكسبرمنت. حكينا على السيرفي، حكينا على الأوبزرفيشن، مثال ثاني على الإكسبرمنت كمان موجود بالكتاب وعجبني كثير المثال. المصانع اللي بتعمل الفرنش فرايز، البطاطا المقلية الجاهزة اللي معها هيك معبقة بأكياس، شلون تشتغل هي؟ هي بتاخذ البطاطا بتتقشر وتتقطع، بعدين بتفوت على مرحله بسموها بلانشينج اللي هي بيغلوها البطاطا شوي، عرفنا كيف؟ بيغلوها بعدين بيقيموها على مرحله قلي، بتنقلها نص قلي بعدين بتروح على التعبئة، تنشف اول شيء عفوا بعدين بتروح على التعبئة. البلانشينج هذا المده تبعه غلي يعني، وحراره المي بتاثر على لون البطاطا كيف تطلع. انتم بتشوفوها الفرنش فرايز لون لونها ذهبي صح ولا لا؟ لا بتكون غامقة، لا بتكون باهتة. هذا شو بيلعب دور؟ بيلعب دور نوع البطاطا نفسها. شو بيلعب دور؟ نوع البطاطا نفسها. فإذا كانت من النوع الحلو فتحولها للون الغامق بصير سريع جدا، ما بتحتاج لون كثير، عرفنا كيف؟ وعلى الحرارة العالية دغري بصير لونها غامق بني، ما بيرد مرغوبة بالسوق، عرفنا شنو؟ فشو بيعملوا؟ كل ما اجت دفعة مثلا من البطاطا من عند فلاح معين عم يبيعنا اياها، شو بنعمل عليها؟ ناخذ عينة منها وبنعمل لها بلانشينج لهالعينة الصغيرة الثنيين ثلاثة اللي هن، بنعمل بلانشينج على درجة حرارة معينة وعلى مدة معينة، يعني مثلا بنجربها على 100 درجة ل 10 دقائق، 110 درجات ل 5 دقائق، 120 درجة ل 7 دقائق مثلا، بنشوف اللي بتعطينا النتيجة الأفضل وبنعممها على شو؟ هيدا على الباكر هي كلياتها، عرفنا شلون؟ فهي كمان مثال عن الاكسبيرمنت. ثاني شيء بالديسكريبتيف ستاتستكس انه نعمل شو بعد الكولكشن اوف انفورميشن؟ ديسبلاي اوف انفورميشن، عرض المعلومات، اما من خلال هيستوغرام، من خلال بار تشارت، من خلال حساب الستاتستيكال ميجرز اللي هي الافرج المين ما الى هنالك، عرفنا كيف؟ ممكن من خلال تيبلز. اخر شغله بالديسكريبتيف ستاتستكس او هدول هن، ما في اخر شغله، هدول هن كلياتهم. كاركترايزنج داتا هي جزء من البريزنتنج داتا، خلص قلنا. هلا الانفرنشال ستاتستكس بقى تعتمد على اداتين حقيقه، اول وحده اسمها استيميشن وثاني وحده اسمها هايبوثيسيس تيستينج. اول وحده اسمها استيميشن وثاني وحده اسمها هايبوثيسيس تيستينج. شو يعني استيميشن وشو يعني هايبوثيسيس تيستينج؟ استيميشن اعطيكم مثال شهير جدا على مستوى العالم، تلاقي بامريكا الانتخابات شغاله صح؟ اثناء ما الانتخابات شغاله بيقول لك اوباما متقدم مثلا بواشنطن، مكين اخذ كاليفورنيا، اوباما اخذ كذا، فلان اخذ كذا، بتكون لسه المقترعين شو عم يعملوا؟ هلا عم ينتخبوا والنتائج عم تطلع. طب شلون؟ ما حدا سال نفسه هذا السؤال؟ كيف يعني كل هالقد عباقره هن لحتى عم يطلعوا النتائج بسرعه؟ لا، نتائج ما بتطلع لبعد 4-5 أيام، مظبوط ولا لا؟ بس كيف كلهم بيسألوا؟ يعني امريكا 260 مليون انسان، ياخذ 260 مليون شخص بيقعدوا بيسألوهم؟ لا بقول مثلا من كل 20 شو بيعملوا؟ شو بيعملوا؟ في شركات متخصصة. شو بتعمل هي الشركات؟ بتعمل تليفون سيرفي، استبيان هاتفي بكل انتخابات. تتصل مثلا بعينة مثلا 5000 بيت من كاليفورنيا، وبياخذوا مين انتخبوا؟ اوباما ولا مكين؟ 6000 بيت من واشنطن، 7000 بيت من نيويورك، بناء على هالسامبل شو بيعملوا؟ استيميشن للعدد الكلي اللي انتخب اوباما، واستيميشن للعدد الكلي اللي انتخب مكين، وبيعملوا لك نتيجه الانتخابات قبل ما تصير. طب كيف بيكونوا واثقين من نفسهم لهالدرجه؟ لانه بيستعملوا اجراء احصائي علمي ودقيق، ونسبة الخطأ فيه قليلة جدا. طبعا هذا الشيء رح نتعلمه منه كيف يصير. واضح يا جماعة؟ فهمنا شو يعني الاستيميشن بالانفرنشال ستاتستكس؟ انك انت تاخذ عينة تقيم او تقدر قديش
ستاتستيك معينه فيها وتحولها لبارامتر ممكن تعميمه يعملها جنراليزيشن على مجتمع الاسرائيلي. واضح؟ بتقول مثلا انا استنتجت استيميشن قدرت عدد الناس اللي انتخبوا اوباما ب مثلا 160 مليون. او مثل ما اعطيتكم مثال قبل شوي تبع متوسط اعمار السوريين او متوسط دخل المواطن السوري. هذا كله شو؟ استيميشن. Estimate the population mean weight using the sample mean weight. أنا بدي أقدر متوسط وزن المواطن السوري. كيف؟ بأخذ عينة من المواطنين السوريين وقدر متوسط أوزانهم وبناء عليه بقول لك متوسط وزن المواطن بسوريا كلياتها هي هذا. بس هذا estimation. مزبوط ولا لا؟ هذا عبارة عن شو؟ estimation. الشيء الثاني حقيقة اللي بنستخدمه بالinferential statistics اسمه يا جماعة hypothesis testing، اختبار الفرضيات. اختبار الفرضيات. وهذا كمان الكلام كله من الكتاب يعني. اختبار الفرضيات مين بيعمل فيه أكثر شيء؟ في وكالات حماية المستهلك. مثلا بتفوت بتشوف إعلان Head and Shoulders بيقول لك الشامبو رقم واحد بالعالم لمكافحة القشرة مثلا. طب كيف حدد انه رقم واحد؟ كلام جرائد؟ كلام اعلانات يعني؟ اذا بتدققوا بالاعلانات وارجوكم اليوم دققوا بالاعلانات بخط صغير كتير 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 بحط لك تحت بناء على دراسة تم القيام بها على 160 شخص. مزبوط. او مثلا بيقول لك Pons Age Miracle احسن مستحضر لمقاومه علامات تقدم سن البشره. حط لك تحت بناء على دراسه تمت على 91 امراه. طب هلا هي فرضيه عميل لك ان بونز ايج ميركل بيقاوم علامات تقدم البشره احسن من اي مستحضر ثاني. ماشي؟ هي شو هي؟ فرضيه هايبوثيسز. طب انا كشخص بدي احمي المستهلك مو واجب يتحقق من مدى صدق هذا الكلام؟ فشو بيجي بعمل؟ بعمل تست لهي الفرضية. باخذ مجموعتين من السيدات، مجموعة بخليها تستعمل بونز ايج ميركل مثلا بشكل منتظم لمدة اسبوعين، والمجموعة الثانية ما بخليها تستعمل اي مستحضر، او مثلا خليها تستعمل مستحضر ثاني. ماشي الحال؟ والمجموعتين بتعرضوا لنفس الظروف الجوية مشان ما يكون في عامل خارجي ونفس نظام التغذية خلال هذه الفترة، وبختبر النتائج. هل بونز ايج ميركل استطاع انه فعلا يقاوم علامات تقدم سن البشرة افضل من المستحضر الثاني او من السيدات اللي ما اخذوا مستحضر ابدا؟ اذا ثبت ايه فبقول انه الهايبوثيسس الفرضية صحيحة. اذا ثبت لا فالفرضية المناقضة انه بونز ايج ميركل ما له احسن مستحضر تقدم علامات سن البشرة او علامات تقدم سن البشرة. هذا شو اسمه؟ اختبار الفرضية. مثال ثاني بيقول لك مثلا نادي الرياضي تبعي ماشي بيتمكن من تخفيض وزن اعضاء النادي اللاعبين اللي بيلعبوا رياضه عندي بمقدار 5 كيلو غرام خلال شهرين. اوكي؟ هي شو هاي؟ فرضيه. وحاططها عنده هيك صدر منها اخسر 5 كيلو غرام خلال شهرين. شو بنعمل احنا؟ بنعمل تست اختبار. فبناخذ مثلا 5 اشخاص من اللي عم يلعبوا رياضه بهذا النادي وخمس اشخاص عم يلعبوا نفس الرياضه بنادي ثاني مثلا. اوكي؟ بنشوف هذا هي العينه يعني هذا النادي قديش خسرت من الوزن خلال الفتره والعينه الثانيه قديش خسرت من الوزن خلال نفس الفتره. إذا فعلا تبين أنه دون بيخسروا 5 كيلو غرام مقارنة بالعينة الثانية فشغل هذا النادي والهايبوثيسس الفرضية اللي حطها صحيحة. إذا لا فهو لا. طبعا أنا حكمت عن النادي كله من خلال شو؟ عيني. لأنه ما بحسن والله أنا راقب كل الناس اللي بالنادي مش يكونوا 2000 زلمة. ما بحسن راقبهم كلهم. فأنا باخذ عينة ومن خلالها بحكم على إيش؟ على المجتمع الإحصائي. بس الفرق بين الاستيميشن والهايبوثيسس تيستينج شو هو؟ ان الاستيميشن انا بدي اعرف قيمه بارامتر معين بالمجتمع الاحصائي انا ما بعرفه
بدي أعرف قديش متوسط وزن المواطن السوري، بدي أعرف قديش متوسط دخل المواطن السوري، بدي أعرف قديش تقدم الوعي البيئي عند المواطن السوري بعد خطة إعلانية معينة. ما بعرف قديش بسوريا، بس باخذ عينة وبقيم، بعمل استيميشن من خلال. أما الهايبوثيسيس تيستينج فأنا عندي فرضية موجودة حاليا، وعي المواطن السوري ازداد بنسبة 5%. هذا المنتج أفضل منتج في العالم لمكافحة القشرة. هذا المنتج هو كفيل بمكافحة مرض الإنفلونزا خلال أسبوع. ماشي الحال؟ هاي مو فرضيات أنا، هو عمل لي البارامتر من وجهة نظره. فأنا بدي أقعد أختبر هل هاي الفرضية صحيحة أم خاطئة؟ عرفنا شو؟ هاي inferential statistics فيها شغلتين، estimation وشو كمان؟ hypothesis testing. عرفنا الفرق بين ال descriptive statistics وال inferential statistics؟ في مشكلة فيهم هدول؟ حننتقل هلأ لفقرة جديدة نحكي فيها عن the procedures of data collection، بس مشان ما نرجع نفقد السلسلة تبعنا. نحن عم نحكي على علم الإحصاء صح؟ وقلنا أن الإحصاء هو علم جمع داتا تحليلها وتحويلها إلى information، ما هيك اتفقنا؟ طيب إذا هلأ نحن لما نحكي على data collection نحن عم نحكي على أول مرحلة تتم بها الإجراءات الإحصائية اللي هي شو؟ جمع الداتا، جمع البيانات. شو الوسائل اللي ممكن اتباعها لجمع البيانات يا جماعة؟ عندنا بالدرجة الأولى أربع وسائل رئيسية. الوسيلة الأولى هي الإكسبرمنت أو التجربة، ومثل ما قلت لكم التجربة هي أن تكون بظروف مخبرية دقيقة، تأخذ أنت عينة من برودكت معين، من بروسيجر معين، من أسلوب معين، من أداة معينة بدك تجربها، تعمل عليها تجربة، تتوصل من خلالها للنتائج. هاي النتائج هي الداتا تبعك، واضح ولا لا؟ هلا النوع الثاني والثالث هي عبارة عن سيرفي أو كويستشنير، المسرح أو بنسميه شو؟ استبيان. الاستبيان أو المسرح يا جماعة الخير له حقيقة طريقتين، إما أن يكون تليفون كويستشنير أو أن يكون ريتن كويستشنير. حدا من هالمرة جاء استبيان؟ أكيد كلنا، ما في حدا مننا جمع الدليل والوسيلة مر على استبيان. عرفنا شنو؟ بس نحن عندنا الاستبيانات اللي بتجينا شو بتكون؟ ريتن مكتوبة. قليل لا يجينا استبيان شو نوعه؟ هاتفي. ليش؟ طبعا لانه نحن ما في عندنا أدلة هاتف شاملة هي ارقام كل المشتركين بالهاتف، فمن الصعب اجراء استبيان هاتفي. عرفنا كيف؟ لانه ما بتقدر تحصل على عينة صحيحة. عرفنا شنو؟ بس الاستبيان الهاتفي يعتبر بامريكا باوروبا من اهم الوسائل لجمع المعلومات. طيب هذا الاستبيان يا شباب سواء كان استبيان هاتفي او استبيان مكتوب في له حقيقة قواعد لإعداده، في له شو؟ قواعد لإعداده، وهي القواعد لازم نهتم فيها كتير لأنه كتير ممكن قد يضطر أنه هلأ يعمل مشروع بهي المادة. الأسايمنت ممكن يكون استبيان، فأنت إذا بدك تعمل استبيان وتجمع من خلاله داتا وتتوصل لاستنتاجات لازم تكون تعرف كيف بتساوي هذا الاستبيان، ما هي؟ كيف قواعد إعداد الاستبيانات؟ هذا الشيء اللي بدنا نحكي عليه اليوم يا جماعة. طبعاً أنت لما بدك تساوي استبيان، خلونا نبدأ بالاستبيان الهاتفي اللي هو التليفون سيرفي. أول شغلة انت بدك تحدد، طبعا هحكي بعد شوي على الامور القديمه بس هلا هحكي على بعض الشغلات الشكليه. انت لما بدك تتصل بشخص وتقول له انه انت بدك تستخدم شوي من وقته لاستبيان هاتفي، كيف الطريقه بدها تكون؟ لازم يكون في هون اسلوب لما بدك تتصل فيه ستاندرد. شو بتقول له؟ هالو ماي نيم از فلان، ام كونتاكتينج يو ريجاردينج ا تليفون كويشنير، الهدف منه كذا. عرفنا كيف؟
المعلومات اللي رح تعطيني اياها هي معلومات هدفها مثلا للبحث العلمي او لكذا، يعني انت بدك توضح لهذا الشخص انه انت عم تتصل فيه وعم تجمع منه معلومات استبيان لهدف معين. فبدك تقول له شو اسمك، من وين، اي شركه انت متصل فيه، بصفتك شو، هل انت موظف الدولة مثلا ولا لا، انت عم تتصل فيه كشخص باحث ولا انت شخص موظف بشركة ولا انت بالامن، حدا ممكن يجي استبيان هاتفي من الامن، كل شيء كله يعملوا ناخذ معلوماتنا من عنده. اي حدا بده يتوظف على فكرة جد، اي حدا بده يتوظف بيعملوا عنه مسح هاتفي، اي حدا بده يتوظف، انا ما توظفت هيك بتصلوا فيني، هذا استبيان هاتفي مزبوط ولا لا؟ طيب، فاذا الطريقة تحية لطيفة، اسم لازم تقول له اسمك مين انت، ليش عم تجمع المعلومات، بصفتك شو عم تجمع المعلومات وشو الهدف من هاي المعلومات، وتوضح له انه سيتم استخدام الاجابات بسرية ولهدف البحث فقط. تمام، فهذا اول شيء. رقم اثنين، الاسئلة بقى اللي بدك تسأله اياها ما لازم تكون تاخذ وقت طويل، لانه الاشخاص غالبا من الحديث على التليفون شو بيصير معهم بمل بيدخلوا، عرفت كيف، فما بدها تكون الاسئله طويله. رقم ثلاثة، في عندنا نوعين من الاسئله، في شيء اسمه closed end question وفي شيء اسمه open end question. شو الفرق بين الأسئلة ذات النهايات المغلقة والأسئلة ذات النهايات المفتوحة؟ السؤال المغلق تسأله مثلا كم عدد أولادك؟ أولاد يكون قبل النقاش. أيوة، السؤال الجواب نعم أو لا. مثلا راتبك هل هو أقل من 5000، بين 5000 و 10000، أكثر من 10000 مثلا، عرفنا كيف؟ هدول close end question. أما بتقول له، لما بتقول له احكي لي عن مصدر دخلك، رحت له مجال يقعد لبكره بيحكي. فبالتليفون كويشنير ما بتستخدم الاوبن اند كويشن، شو بتستخدم؟ كلوز اند كويشن، لانه ما في مجال معك تقعد تحكي ثلاث ساعات معه، انت طلعت لك وحده اللي على التليفون شو لثاني يوم ما سمعته بهي النوت، تحكي ثلاث ارباع الساعه بالعاده على التليفون، أما مرة حكيت بس ثلث ساعة، سأل جوزة والله برافو بتحسني، قلت له طلعت بخربطة بالنمرة. طيب، إذا عرفنا يا جماعة الاستبيان الهاتفي شو الأساس تبعه؟ الاستبيان المكتوب بقى شيء مختلف، مجموعة من العناصر تجمع الاستبيان الهاتفي والاستبيان المكتوب، رح نحكي عليها هلأ. حقيقة هي خطوات لازم تأخذها بالاعتبار قبل ما تساوي الاستبيان. شو هالخطوات؟ أول خطوة define the issue. What are the purposes and objectives of the survey? How will the survey be administered? By phone, by mail, by face-to-face, كيف بتساوي؟ أول شيء بدك تعرف شو هدفك من هذا الاستبيان؟ وهي مشكلة بنلاحظها عند كثير من طلابنا اللي بيعملوا أبحاث. مثلاً بده يعمل بحث عن مدى تطبيق الشركات السورية لمعايير المحاسبة الدولية، بيروح ببلش الاستبيان، الاسم يحط له يعني زمن، العمر، مثلاً بيقول لك هل شركتكم تنتج، أو مثلا هل شركتكم ذات أرباح تفوق $100,000 مثلا، بتسألوا كم عدد الموظفين في الشركة؟ أهم شغلة What is the purpose of the survey؟ أنت شو هدفك من الاستبيان؟ أنا تعرف مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات السورية، ما هي؟ هلا أنت إذا بهمك مثلاً تفكر أن شو أعمار المحاسبين اللي عم يقدروا يطبقوا معايير المحاسبة الدولية، فاسأل عن ذلك.
في مبالغة. بس إذا ما في ببالك هيك شغلة إنه والله حابب أتعرف أكثر على المحاسبة. الاسم مثلا شو بيهمك اسمه؟ أنت كهذا شخص محاسب عم يشتغل بهي الشركة بدك تعرف إذا بيطبق المعايير المحاسبية الدولية أو لا. بيهمك الاسم يا ترى؟ طبعا طالما ما بيهمك ما بصير تحطه باسمك. طب بركي مثلا بس في شغله طب بركي مثلا انا قدمت على الدراسه البحث لاستاذ او شيء مثلا بركي انا كنت مثلا يعني حاضر من عندك ما لي حاضر مثلا بس انه حاضر كثير معلومات حاضر كثير ولا اوكي بركي انا ما سالت حدا من عندك بصير بس الاستبيان بده يسالك وين وين الاوراق على الاستبيان بدك تقدمه مراجع يعني الاوراق نفسه بجوز يسالك عليهم وين عرفت شلون بجوز يطلبهم بدي اطلب الداتا اللي حللتها وينه حتى لو بدك الاسم ما اطلب اي اسم يعني ما هو بس حتى لو قلت له والله عبد المنعم الدولي يعني مين عم يعني شو صار يعني ولا شيء عرفنا فيه هلا هون هل شركتكم ذات ارباح تفوت ال 100 دولار هلا مثلا اذا انا ببالي اعرف يا ترى هل هي الشركات ذات الارباح الكبيره هي اللي تطبق المعايير ولا لا كل الشركات تطبقها هذا السؤال هو ريليتد تو ذا ايشو اما اذا ما عندي هيك شيء ببالي مو من هدف بحثي هذا الشيء هو بصير هذا السؤال فهمتني كم عدد موظفين الشركه 90% ما دخلوا بالموضوع انا والله بشوف الشركه شو حجمها شو دخل هيك هيك العلاقه عرفنا شنو فاذا اول شغله انت بدك تحددها بالاستبيان ديفاين ايشو عرف شو هي المساله اللي عم تبحث عن اجابتها عرفنا كيف وصير استبيانك من سواء كان هاتفي او كان استبيان شو رتب مكتوب رقم 2 define the population of interest حدد المجتمع الاحصائي شو المجتمع الاحصائي يعني وين عمل بحثي يعني من الناس اللي بيجون شو هي البول بسموها البركه ما بعرف شو ترجمتها العربي التجمع اللي انا بستهدفه مثلا اذا كان هذا دراستي انا اللي عم بحكي عليها تبع المعايير المحاسبه الدوليه شو المجتمع الاحصائي تبعي محاسبو سوريا نطاق. جميع المحاسبين في سوريا هن المجتمع تبعي اللي بيدرسون صح؟ طيب ترى انا رح اروح ادرسهم كلياتهم؟ لا اخذ عينه منهم واحد بس الفكره اني انا لازم احدد مين المجتمع الاحصائي لحتى لما اسحب عينه اسحبها من وين؟ من هالمجتمع بالذات مو روح اخذ مثلا شخص والله قاعد كاشير بمطعم واسألوا عن معايير المحاسبة الدولية هل تكون عم بسحب عينتي من المجتمع الإحصائي الصحيح؟ لا طبعا لا عرفنا كيف؟ إذا أولا define the issue حدد الهدف من الدراسة حدد شو هي دراستك اللي بدك تساويها رقم 2 define the population of interest حدد المجتمع الإحصائي اللي أنت لازم تدرسه رقم 3 develop survey questions بدك تصيغ الأسئلة صياغتها كيف لازم تكون make questions clear and unambiguous شان أن ambiguous يعني خالية من الغموض خالية من الغموض أسئلة واضحة جدا لازم تكون use universally accepted definitions استعمل مفاهيم مقبولة عند المجتمع عند الأشخاص اللي عم تسألهم ما تسألوا على شيء متطرف في إشكال limit the number of questions مو تقعد تسأله 300 سؤال يعني ما بده يحس حاله زلمة فحص البكالوريا قاعد بده استبيان قصير نقط وواضح جدا عرفنا كيف؟ الخطوة رقم 4 قبل ما توزع الاستبيان بتعمل له شيء اسمه pre-test شو هذا pre-test؟ مثلا انت حددت حجم العينة 100 محاسب بتروح بتجيب اول 3 مو دغري بتبعت الاستبيان للمية بتروح بتجيب 3 وبتعطيهم الاستبيان بجوز تكتشف انه في خطأ بالاستبيان بجوز تكتشف انه هذا الاستبيان انا بجي وصفقك من كف الزاني قال لك عم شو بدك تسالني المعلومات الشخصيه كذا انا ما بجاوبك على الاستبيان بجوز تكتشف انه في سؤال انت حاطه مثلا مخالف للقانون يا اخي قال لك هذا عم شو بدي اعطيك معلومه هي سريه لا يجوز افصح عنها بجوز تكتشف مشكله يا سيدي خطا كتابي بالاستبيان نسيان سؤال فشو بتعمل الاستبيان تعمل له بري تيست شو البري تيست تاخذ 3-4 اشخاص من العينه تبعك وبتجرب عليهم الاستبيان إذا لقيت إن التجاوب جيد وما في إشكالات بتكمل البقايا واضح؟ فشو؟ pilot test يعني pilot test يعني دراسة استكشافية بسموها pilot test with a small group of participants
access clarity assess clarity and length. تتقيم من خلالها وضوح الأسئلة وطول الاستدعاء. تمام؟ المرحلة ما قبل الأخيرة determine the sample size and sampling method. شاني sample size؟ حجم العينة. شاني حجم العينة؟ يعني حدد كم استبيان لازم توزع. 100 50 75 إلى ما هنالك. والسامبلينج ميثود يعني شو الطريقة اللي رح تستعملها لتحدد مين الأشخاص اللي بيدخلوا بهاي العينة. عندك محاسبين سوريا بتسحب منهم 100 محاسب. طب كيف بدك تقدرهم؟ يعني تشوف رفقاتك وإخواتك مين بيشتغل محاسب بتحطه بالعينة؟ ما بيصير. هذا طريقة غير علمية. لازم تختار اختيار عشوائي، صح ولا لا؟ حتى يكونوا ممثلين المجتمع الإحصائي بشكل صحيح. فبدك تحدد شيء اسمه سامبلينج ميثود، طريقة سحب العينة. تمام؟ الخطوة الأخيرة select sample and administer the survey. بعد ما حددت الطريقة وحددت العدد قمت بسحب العينة وعملت الاستبيان. واضح الكلام؟ طبعا في عندنا جدول. لا بس حجم العينة بناء على مثلا قديش يعني طولي بالك جايين عليها. في إلى طريقة علمية حندرسها بالتفصيل إن شاء الله. كل شيء عم ناخذه اليوم هو مقدمة يبنى عليها دروس. يعني كل كلمة عم بقولها لما بقول data collection في إلى بحث خاص فيها، لما بقول analysis بحث خاص فيها، حجم عينة بحث خاص فيها، سحب العينة بحث خاص فيها. هي القصص كلها في عليها أبحاث، بس نحن هلا عم نفهم الصورة العامة للإحصاء شو هي، بعدين إن شاء الله بناخذ أمور بالتفصيل. طبعا في جدولين بالكتاب عندكم بالصفحة 32 بالصفحة 33 يا جماعة. يا شباب بالصفحة 32 بالصفحة 33 في شكلين عم يحكوا عن مزايا الاستبيان الجيد. الأول بيحكي عن الاستبيان الهاتفي والثاني عن الاستبيان المكتوب. يا ريت أن هدول نطلع عليهم بشكل جيد، هدول كنت تقرؤون لحالكم. تمام؟ يعني مثلا the survey question بكل الحالات لازم يكون short question. عرفنا كيف؟ بس الاستبيان الهاتفي ما بيصير تستخدم فيه open end question، في حين أن الاستبيان المكتوب يجوز استخدام open end question فيه، لأن في بعض الأسئلة بتحتاج أن تأخذ منه كتابة يقعد يحكي لك عن مشكلة معينة. عرفنا كيف؟ مثلا الاستبيان المكتوب في شغلة اسمها design the survey instrument. شو هي survey instrument؟ الورقة الاستبيان شكلها لازم يكون جميل وبروفيشنال ومطبوعة على ورق ذو نوعية جيدة، مو يحس جايته على ورق هذا شو بسموه ورق جرايد مبهدل. عرفنا كيف؟ طريقة طباعتها، الديزاين تبعها، المساحات المتروكة للكتابة هل تكفي أو لا تكفي. في شيء كمان هون بتعلق بالاستبيان المكتوب لا يوجد بالاستبيان الهاتفي. عرفنا كيف؟ باقي ما تبقى sample size, sampling method, selecting and administering the survey كلهم شبيهين ببعضهم البعض، بس في بعض الخلافات البسيطة بين الاستبيان الهاتفي والاستبيان المكتوب. أتمنى منكم ترجعوا تقرأوه. تمام؟ في نقطة كثير مهمة بهي المادة تحتاج لبعض الجهود الشخصية غير المواد السابقة. لا يمكن الأستاذ يلقمنا المادة كلياتها كاملة، ما بيمشي الحال. هاي المادة بالذات بحاجة لجهود شخصية كثير من الطالب، فبنشتغل عليها يا جماعة. رقم اثنين، هاي المادة هي سلسلة من الحلقات. يعني مثل هلا عم لك عود اقراهم، ما معقول انا اقعد هيك وشرحها كامل. هذا موجودين بالكتاب، تقعد تقراهم مثلا. عرفت كيف؟ شوف اطلع على استبيانات، شوف كيف عم يكون شكلها. تمام؟ تلاقي في عندك كتب سيرفي، تلاقي بلاوي، لانه انت هون عم توسع طريقة تفكيرك بالديسيجن ميكينج باتخاذ القرار. وعم حاكيك على اشياء صدقا بدونها ما بتقدر تعمل بزنس. انا عم عيشها بشكل يومي، اللي ما بيفهم احصاء ما بيفهم بزنس مهما كان البزنس بتشتغل فيه. طيب يعني مثلا ابسط مثال اقول لك، شركه سيرياتيل، اعطيك مثال حتى يا عباده يوضح لك اهميه كلامي. لما شركه سيرياتيل بدها تعمل اوفر، عبي 200 وحده وخذ 200 ببلاش، اكيد مو هيك على عمامه. ليش حددوا 200 وقالوا 200 ببلاش؟ معقول هيك بدون اي وسيله، بدون اي طريقه، بدون اي استبيانات؟ ضروري تكون على ورق اذا كانت مكتوبه. طبعا اذا كانت مكتوبه بدها تكون ورقيه. موجوده على الانترنت، قال كله موجود على الانترنت.
شلون يعني؟ موجودين في شيء اسمه ببعتوه على الايميل. ايه بس كيف بده يعبيه شخص؟ كيف بده يعبيه؟ عرفت كيف؟ اذا كان نموذج ممكن اني انا اعبيه على الكمبيوتر تبعي ماشي الحال، بس هيك انت حصرتي استبيان بالاشخاص اللي عندهم كمبيوتر بيعرفوا يشتغلوا عليه. تمام. واللي ما عنده طلع برات العينه تبعك. صح ولا لا؟ عرفنا شلون؟ بننتبه لهي النقطة. إذا كان استبيانك موجه للأشخاص اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر فما في مشكلة. عرفت كيف؟ فأنت طبيعة الاستبيان هي بتحدد لك شو الهدف منه. طيب. مثل ما حكينا في عنا close end question، في عنا open end question، عرفنا شو الفرق بيناتهم. في عنا شيء اسمه demographic question. شو نقصد بالdemographic question؟ demographic question الأسئلة الشخصية يعني. العمر، الدخل، المكان السكن إلى ما هنالك. هاي الأسئلة دائما بنحاول نحطها بنهاية الاستبيان وليس في بدايته. بنهاية الاستبيان وليس في بداية الاستبيان. تمام؟ طبعا الاستبيانات وخاصة الاستبيانات المكتوبة فيها بعض الإشكالات. مثلا في شيء بسموه the leading questions. leading questions الأسئلة اللي بتقود الشخص للجواب. اسمحوا لنا نشغل التكييف صار شوي شوي. الأسئلة اللي بتقودنا نحو الجواب. شو بنقصد بالأسئلة اللي بتقودنا نحو الجواب؟ بقول لك بكل بساطة، مثلا بسألك سؤال، ما رأيك بالأشخاص الأغبياء الذين يرتدون الجينز الضيق؟ هل هذا أمر جيد أو سيء؟ أنت مباشرة شو رح تجاوب؟ بتقول سيء. فأنت مباشرة شو بتكون عملت؟ حصرته. عملت leading question، سؤال يقود نحو جواب واحد. صح؟ في حين أنت لازم تكون سؤال تسأله بطريقة حيادية تماما تسمح للمتلقي يجاوب قناعته، مو الشيء اللي بدك إياه أنت يقوله. عرفنا كيف؟ طبعا أنا بقول مثال مثل العادة صارخ جدا لحتى نحن شو توصل الفكرة. توصل الفكرة. بس بالبزنس فعلا في أسئلة بتقودك. مثلا في سؤال عن الضرائب بيقول لك ما هو رأيك في زيادة الضرائب؟ لو سألتك هذا السؤال جوابك شو رح يكون؟ ضرائب. شو ضرائب؟ ضرائب على العقارات أكيد رح يتم. غالبا الناس شو بتجاوب؟ ما هو رأيك في زيادة الضرائب على العقارات علما أن النتائج من هذه الضرائب ستستخدم لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان؟ أنه بتلاقيه بقيدك بيلعب بعواصفك عرفنا كيف؟ هذا اسمه leading question. فبدنا نحاول دائما نكون حياديين. هلأ كيف ممكن نسأل هذا السؤال نفسه بطريقة حيادية؟ بنقول له ما رأيك في زيادة الضرائب علما أن المتحصلات من هذه الزيادة ستستخدم للخدمات الاجتماعية؟ لهون ما لعبنا بعواطف الشخص. قلنا له أخي راح تروح مو للدولة هاي، لخدمات اجتماعية. شو رأيك في زيادة؟ هون راح يعبر غالبا عن رأيه الشخصي، يا بيقول لك أوكي أنا موافق أو بيقول لك سوري أنا ما بدي. مظبوط؟ فهون في عنا الشيء اللي بالنسبة لل leading questions. واضح يا جماعة؟ طبعا كمان حاطين لأمثلة بالكتاب عن مجموعة من الأسئلة، نفس السؤال انسأل عن موضوع الضرائب بعدة طرق مختلفة بس انكتب بطريقة مختلفة، كل طريقة كتابة أدت لجواب مع أنه نفس السؤال. فبدنا نتبع الطريقة العلمية الصحيحة الحيادية لكتابة الأسئلة بدون ما يكون في عنا شو إشكاليات. شو الطرق الثانية لجمع البيانات؟ إذا حكينا نحن عن أول شيء التجربة، رقم اثنين حكينا عن الاستبيان الهاتفي والاستبيان المكتوب، رقم أربعة في عنا الobservation مثل ما قلنا اللي هي شو ملاحظة شخصية. data collected is observed and recorded based on what takes place. very subjective. شو يعني very subjective؟ إن هي الطريقة بجمع البيانات ذاتية وليست موضوعية. في شيء اسمه subjective، في شيء اسمه objective. شو الفرق بين الاثنين؟ objective يعني موضوعي. شو يعني موضوعي؟ واحد زائد واحد قديش يساوي؟
لو سألت أي شخص بالعالم شو بجاوبك؟ هذا الشيء الموضوعي نسميه موضوعي، يعني لو سألت أشخاص مختلفين تحصل على نفس الجواب. أما اللون السيراوني حلو ولا بشع؟ كل واحد يعطيك جواب صح؟ ليش؟ لأنه هذا subjective ذاتي. والdata observation كمان شيء مفهوم ذاتي. وايد نفس مثالنا تبع التقيد بالإشارات، واحد قطع الإشارة برداني يجوز واحد يعتبره غير متقيد بالنظام، واحد ثاني يعتبره لا عادي مزبوط ولا لا؟ واحد معه حالة إسعاف وقطع الإشارة بجوز شخص يعتبره لا عادي، بجوز شخص يعتبره لا وخالف النظام مزبوط ولا ما مزبوط؟ يعتمد على شو؟ subjective رأي الشخص. طبعا observe reactions of customers to new store layout من هالكلام. interviews آخر طريقة interviews أو المقابلات الشخصية كمان هي وسيلة من وسائل جمع المعلومات. هون بقى ما بتكتب استبيان أو بتتصل بالتليفون، لا أنت بتطلب منه موعد لتروح لعنده على مكتبه وتعمل معه interview لحتى تأخذ منه الداتا. تمام؟ وهذا الشيء أنا عملته، استخدمته بأحد أبحاث اللي سويتها مع مدير المصرف العقاري وقتها كان أستاذنا بالجامعة، عملت بحث عن المصرف فاستخدمت الانترفيو لحتى أخذ داتا عن المصرف. وسيلة كتير ممتازة لجمع المعلومات، وكثير من الأشخاص ما بتحب تكتب استبيانات أو تسجل شيء بخط مدلدة ما بتحب، بس إذا عادت أنت وياه وحكيت بجاوبك بجاوبك. طبعا باختلاف البحث تختلف الطريقة اللازمة، بس هي قد تكون وسيلة نافعة جدا ببعض الحالات. عرفنا شنو؟ طبعا الانترفيو ممكن تكون structured أو ممكن تكون unstructured. شو الفرق بين structured و unstructured interview؟ الفرق بيناتهم بسيط جدا. structured interview هي عبارة عن أسئلة واضحة أنت مسجلها وكاتبها وعرفان شو هي بدك تسألها للأشخاص. أما الـ unstructured interview تبدأ بسؤال عام والحديث بجر بعضه البعض. يعني ما تكون محددة. ما بتكون محددة بالأسئلة. عرفنا كيف؟ فإما بتكون structured interview أو unstructured interview. ممكن تستعمل أسئلة متنوعة ومتعددة variety of questions requires more time from the researcher. طبعاً. تاخذ وقت طويل، بينما انت تبعت ايميلات او تبعت الاستبيانات البريديه او ان تكلف مجموعه من الاشخاص يحكوا تليفونات، بينما انت بنفسك لازم تروح لعند كل شخص وتعمل معه شو انترفيو وتساله ويجاوبك وتقعد معه بجوز تنط له شغله ساعتين ثلاثه لكل انترفيو. فتاخذ وقت وجهد اكبر من مين؟ من الباحث. تمام يا جماعه؟ اليوم إن شاء الله رح نوقف هون، ما حتكون محاضرتنا طويلة، قصرت شكلي. طيب، اليوم رح نوقف هون إن شاء الله. الدرس الجاي رح نكمل. بدي أتمنى عليكم جميعاً الشيء اللي أخذناه اليوم ندرسه بشكل كثير منيح، لحتى نقدر نبني عليه. كل محاضرة رح تشوفوا إنها تنبنى 100% على المحاضرة اللي قبلها يا جماعة. فأنا بدي أتمنى عليكم جميعاً متابعة الدراسة محاضرة وراء محاضرة. ماشي الحال؟ إن شاء الله. إن شاء الله موفقين. شكرا لك. أهلا وسهلا.